لازم نصايحهم. انتبهوا انتبهوا. كيف حالك مدير؟ الحمد لله. مين؟ معليش انا اشوف هذا الجوال. حبل الكذب دايم قصير. خلونا نشوف الموضوع هذا مع برنامج وعد الوعد. معاكم انا محمد السلطان. يلا بينا. سؤال بسيط، اخر مره كذبت فيها؟ اخر مره كذبت فيها يعني؟ والله ما افتكر. طول عمرك صادق؟ لا 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 ما افتكر والله. دوب على ذا الادب حق المطعم. دوب ايش قلت له؟ قاعد يقول لي ايش عندك اليوم؟ قلت له والله عندنا حفله كذا، ما عندي ولا شيء، بصرف لك يفهم. قبل شوي لا تروح بعيد. ليش؟ العمال مركبين في شيء غلط، قلت شايفه من البارح، انا شايفه قبل شوي. الكذب عادي. فين العمال؟ فكر الا في يوم ارجع. مستحيل طول عمرك صادق. ارجع ايام الجامعه. دحين جو قبل شوي، قبل دقيقه بالضبط، يعني انطلب اني اسوي شيء مني، سويت عكسه، قلت سويت نفس الشيء اللي انت طلبته. حلو. فين مديرك؟ يا طيب. الاسبوع اللي فات في المدرسه. حلو. كان في، قلت له انه في يوم وطني اجازه، هو اصلا مو على فكره يا خال، السؤال كان انه متى اخر مره كذب، وطلع اخر مره كذب عليك. ها، يعطيك العافيه. شكرا. كله صدق؟ كله؟ ايوه. شكرا. اليوم لا لا، لو ما تكذب اليوم ما يمشي. طبعا مره تسمعوا هذه النصيحه. انت عمرك ما كذبت من يوم ما ولدت؟ كذبه بيضه ما في مشكله. اسالتك بالله من الحفاه؟ والله للامانه شوي، بس انت شاده. الطب هو ضايع مره وشاده كذا بزياده. على اهلي كلهم كان في مجلس كذا. كلهم ايوه بصراحه، يعني الموضوع كان عائلي شويه. حلو. يمديك تصرح في القصه ولا؟ ما اتوقع، لانه حيصير موضوع عائلي اكبر وحيوصل شيء. لاني قلت له جايك من العصر وما جيت الا قبل شويه. روح. حلو. حبيبي. الله يهديك. جيب مي باي.